احنا في الجبهة المحلية للدفاع عن الخدمات العمومية بإقليم جديدة، ننظم هذه الوقفة الاحتجاجية على أساس احتجاج على الوضعية الكارثية للقطاع الصحي العمومي بإقليم جديدة، وخاصة على مستشفى محمد الخامس، المستشفى الإقليمي، وكذلك المستشفى السابق للأمراض العقلية والنفسية، وعلى مستوى كافة المستوصفات والمستشفيات اللي كاينة في الإقليم. كنعتبروا الوضعية كارثية، كنعتبروا بأن القطاع ديال الصحة يعاني من عدة اختلالات اللي هي جوهرية واللي رصدناها في البيان ديالنا، واللي غادي نلقيوا دابا في الكلمة ديالنا راه غادي تلقى دابا. وبالتالي حنا كنحتجوا على هذه الوضعية وكنطالبوا بإيجاد حلول ناجعة لهذه الوضعية هذه. مسألة ثانية، حنا نستغرب من كون أن مستشفى الإقليمي محمد الخامس الجديدة كيرتبوه في الرتبة الأولى على مستوى المستشفيات اللي هي أكثر من 240 سرير، في الوقت لهذا المستشفى لا يتوفر حتى على مراحيض لائقة للاستعمال. مراحيض ديالو غير صالحة للاستعمال، مخنوقة وعامرة بالغائط وبالبول وبالروائح الكريهة. الناس ماتوا بالإهمال وعندنا الأسماء ديالهم. الناس ما كيلقاوش الخدمات الطبية، ما كيلقاوش خدمات صحية، كيتعاملوا معاملة سيئة، الرشوة ضاربة الأطناب ديالها. وبالتالي كيفاش هذا المستشفى تحتل الرتبة الأولى؟ هذا المستشفى إلا كان كيحتل الرتبة الأولى فأنا أتساءل على المستشفى اللي حتى الرتبة الأخيرة كيديرها الوضعية ديالها. سنستمر في الاحتجاج، سطرنا برنامج نضالي، سنصل فيه إلى المسيرات وإلى الاعتصامات، وسندق جميع الأبواب لإيجاد حل لهذه الوضعية. وشكرا. كيفاش مستقبلوكش مزيان؟ أطيب. واش ما كيفاش مستقبلوكش؟ جراو عليك ما لقيتيهمش؟ القسبيطار خاوي. كوجاء والقسبيطار خاوي وما استقبلو حتى شي طبيب وما قدمولي حتى شي خدمة من الخدمات الطبية. أنا مشيت سميتو وقلتو قال لي سير السبيطار ديالك. وحنا في الجبهة المحلية لا يسعنا إلا أن ندين هذا السلوك ديال أولا عدم استقبال
مواطنات المواطنين وبصفة خاصة الأشخاص في وضعيات إعاقة. ومع ذلك تخيلوا معايا سبيطار ما فيهش أطباء اللي كيستقبلوا المواطنين، سبيطار اللي حاشاكم الكوابن ديالو مخنوقة، سبيطار اللي تيموتوا فيه الناس بالإهمال الطبي، تيدي الجائزة الأولى في المستشفيات اللي عندك 240 ساري. تجهيزة شكون اللي بغا يدير شي شهادة؟ شكون تفضل. شكرا فتاح، صفقوا لنا على فتاح. أنا قبل السبت ولاد العزيز كان عندي مسمار نهار السبت وجيت نهار الحد باش السبيطار كبير. جيت السبيطار كبير نهار الحد، ملي جيت قلت لي راه عندي مسمار في رجلي تشوفي لي في الملفوفة، قال لي سير السبيطار ديال الحومة، السبيطار ديال الحومة ما كيخدمش حتى نهار الاثنين، وأنا جيت عندو نهار الحد في الصباح، أش غندير أنا؟ غنحسك رجلي ولا غنلوحها ولا أش غندير؟ واش كون كان هو طبيب مسؤول غادي يدير معايا بحالك؟ ما خاصوش يدير بحالك، خاصو ديك الساعة إذا خلي دوك الإبرة في كلشي. قولي طلب مني نعطيه هذا هو اللي كاين هو. شكرا. اشوف واحد اخر اذا تفضل لازم هذه الكلمه تفضلوا كلمه بعض الاقراءات التي نواكبها ونلمسها عن جانب صاحب مسير مدينه جديده. ماذا المشكل؟ المشاكل لا اقول المشكل منذ القديم، مشاكل منذ القديم لمسناها ويسناها ذقنا مرارتها وساعدناها، ولكن البديل المؤسس يعني المستمع ليس هناك مستمع، هناك ضحايا وهناك مجموعة من الأمور سيئة لا يمكن الحديث عنها، والإنسان يتغاضى، المواطنون هنا مدينة جديدة يتغاضون عن الاستثمار وعن فهم القضايا المدنية، مثلا في استفادة الخدمات الصحية لا أداة للإنصات ولا أداة ولا لا أداة صاغية ولا حتى المسؤولين لا ولا وجود للمسؤولين ولا وجود للمهتمين ولا نحن هنا الشباب هنا مدينة جديدة وضحية ضحية و تمت جيت ما لقيتش عطلة ما لقيتش بلاصة نهار الاربعاء نهار الخميس قلت لهم ما كاينش بلاصه كاين ما كاينش بلاصه اصلا ما كاينش طبيب نهار الاربعاء نهار الخميس الجمعه قال ما يكون حتى نهار الاثنين ونعامه مخنوق قضى اقل ساعه قضى الموت فيها يا دي شفت سعيد ونجمع حوايجي في السبيطار تاع السبيطار تاع الفلو تاع الفلوس تاع الفلوس فلوس يا دي قطيت له تحيدو قال 40 ما يكونش طبيب وما كاينش بلاصه شنو المشكل وشكرا كورة واش كاين شي سبيطار فيه الفاريال من الداخل كاع الناس كيشوفو هادشي كيجي واش كاين كي دابا غايبه السبيطار حنا قلنا زعما داروا لينا سبيطار مزياج ود السبيطار ديال محمد الخامس ساعه داروا لينا تيران ديال الكره بحال الملعب الشباب اللي كتشاهدوا امام الجمهور داروا لينا باريلات هادشي مش معقول خاصنا الناس مسؤولين بالصحاب داخلوا دروا الناس في السبيطار كاين ولكن الناس مسؤولين ما كاينينش هادشي ماشي معقول هادشي حشومه من العيب والعار نعيشوا في هادشي العائلات الوالدات راه كتشوفوهم كيفاش كيعيشوا كيف كيحبسوهم في واحد المكان خايف خان النار عاد ما كاينش كتبقى تولد المراه خاصك ضروري تعطي 100 درهم ولا معاله باش تولدها هادشي ماشي معقول الا ما عطيتيش شي مليون في العصر ما يستقبلوش كل سيري تبارك يجي مشات موتيتي حتى 9 شهور وانت مقابل المراه كتصير لاق ملي تجي في ليله غتولد لو هو على تما جات الموت لا هي لا دري لا ولاد فين هما فين هما المستقبلين اللي كيدوا هاد الفلوس ديال الشعب علاش هادشي ماشي معقول واش تقولوا كنت من الناس المسؤولين اللي داخلوا في هاد المدينه الجديده وصوبوا لنا السبيطار ديالنا مزيان ويكونوا الناس مسؤولين اللي خدامين ما تكون لي رشوه ولا حتى شي حاجه راه العيالات كيضيعوا وسيروا شوفوا هادشي راه كلشي هادشي عارفينه الناس مش ما عارفينوش راه الناس قليل يدعى قاصره والعين باصره